الحياة دي بنتي 60 في 70، بس احنا هنعيشها مرة واحدة بس، فلازم نبسط بيها بالرغم منها. وانت كشخص عايز تحقق ايه؟ عايز بس معايا أسرة. الأفلام مثلا بتاعت الخيال العلمي، لما تلاقي كوكب كده كلهم شبه بعض، كلهم بيمشوا زي بعض، كلهم بيتكلموا زي بعض، بحس ايه الرعب ده؟ انت متخيل لو مجتمع كلهم شبه بعض؟ عشان مش فارق معايا شكلي، بيطلع شكلي حلو. الناس بتحس بالانرجي او بالطاقه بتاعت اللي جواكي اللي انت حاسه بيها. حلو قوي الجزء ده. 5 جنيه. 5 جنيه، أي حتة ده جابك 5 جنيه على طول. واو، المسرح دي قصة طويلة جدا، بدأت وأنا في أولى ثانوي، كان مدة ساعة وربع أنا نسيت مشكلة جسمي وانبسطت، فقلت الله ده لو المسرح بيسمح يعمل ده أنا عاوز الحكاية دي. اوكي، نظرة الناس في الشارع طول الوقت بحاول اتعلم اتعامل معاها ازاي، اوقات بيبقى عندي الطاقة ان انا ما تفرقش معايا، اوقات تانية ببقى عندي رغبة ان انا امسك الشخص ده اذبه في الحيط. في مرة كنت ماشي في الشارع لقيت بنتين جايين قدامي، بصي بصي ايه ده ايه ده ايه ده، ها ها، قلت لهم كده اهو، بس العيال بقى صرخوا شايفيني بتاع صغير كده ماشي وكمان بيصرخ في الشارع، وانا كنت يعني بموت من الضحك. طول الوقت انت في انتصارات وفي وجع. في فتره كنت وانا 38 سنه ارتبطت مع بنت فرنسويه، فكرنا حتى نتجوز، وبعدين واحنا في يعني في مره تقول لي ناجي انا لو حملت والبيبي جه شبهك انا هسقطه. هي كان بتتكلم بمنطلق ان هي ليه تجيب بيبي يتعذب في الحياه زي ما انا شويه اتعذبت في الحياه، بما ان التكنولوجيا والعلم ممكن يساعدونا ان احنا نتجنب ده. وانا شايف ان هي اللي بتقوله ده لو كانت امي عملته من 38 سنه انا ما كنتش جيت، ففجاه حسيت ان انا كاني انا غلطه، كاني انا ليس لي حق الوجود اصلا. ونهيت علاقتي مع البنت دي ساعتها في النقاش ده زي الفل وبرقص وبهيص اهو. بس في ساعتها كانت مؤلمه جدا 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 جدا. كل واحد فينا عنده حتة وجعاه، لما بيلاقوا حد يعني بيحاول ينبسط بالرغم من الصعوبة بيمسكوا فيه وبعدين ورينا عملت ايه. فتعرفت على كمية ناس كتيرة جدا، فجأة كده كأني فهمت ربنا خلقني كده علشان يوما ما اقدر من خلال خبراتي الحياتية والإنسانية اقدر اكون شوية يعني مساعد لبعض الآخرين عندهم مشاكل تانية. الآخرين بيدوكي حياة وانتي بتديهم حياة، فهي دي فكرة، هي حكاية يعني رايحة جاية ما بيننا وما بين الآخرين. شوفوا أكثر من قصة إنسان، اشتركوا معنا على القناة وفعلوا جرس التنبيهات، وإذا عجبكم هذا الفيديو شاركوا الرابط مع أصحابكم واكتبوا لنا رأيكم، وإذا كان عندكم قصص بدكم تشوفوها على قناتنا خبرونا عنها بالتعليقات.